ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تعمر في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قال سيدنا ومولانا الحسن العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة والموت يأتي بغتة فمن يزرع خيرا يحصد غبطا ومن يحصد شرا ومن يزرع شرا يحصدون دامة. إلى روح الفقيد السعيد من اجتمعنا لأجله وبسببه ضيف روحه الطيبة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في الواقع الإنسان يعيش حياة وهذه الحياة فيها ظروف متلاطمة، وتلاطم هذه الحياة تجعله في غفلة من أمور محتمة تمر علينا جميعا. وهذه الأمور متى ما أيقناها، متى ما استوعبناها، فإن الموازين الحسية تختلف عندنا باختلاف مفاهيمها. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يركز في هذا الحديث أو في هذا الخبر على موعظة مهمة جدا، لأنها واقعنا، لأنها حقيقة ما نعيشه في دار الدنيا، وهو: أيها الناس، إنكم في آجال منقوصة. ماذا تعني في آجال منقوصة؟ وهل قدر للإنسان أن يعيش ثم بخس في عمره فعاش أقل مما هو المفترض أن يعيش؟ لا، إنما حياة الدنيا هي رهينة بمقدار ما يعمرها بني البشر، فتكون الأعمار بحجم الإعمار. ففي اليوم الذي احتاجت العصور البشرية للأكثر من الإعمار أو المدة الأطول للإعمار، بالمقابل كانت الأعمار كذلك أطول. تلاحظوا من بين مضارب الأمثال، نوح عليه السلام كم سنة عاش في الحياة؟ ربى عمره على 3000 عام. زين، في هذه الأعوام 3000 من بينها، هل ما كان يقوم به أو ما كان يقوم من أجله من الأعمال الإعمارية كانت تطول مثل ما اليوم إحنا قاعد تطول عندنا في ما بين أيدينا؟ لا، في الروايات والأخبار فقط السفينة التي بناها
طال مدة بنائها 200 عام. فإذا السفينة طال مدة بنائها 200 عام، هل معقول أن عمر نوح عليه السلام أو من عاصر نوح أو من كان مع نوح أعمارهم بين 50 و60 و100 و200 عام؟ لا، أطول. زين، اليوم حالة الإعمار التي نحن فيها كبشر وخلق مع وجود التطور ومع وجود الزخم السكاني، لابد أن تكون الأعمار أقصر حتى تتماشى مع الظروف العمرانية، مع هذا التوسع البشري. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يركد على هذه النقطة: ألا يا أيها الناس إنكم في آجال منقوصة، حياتنا تطورنا البشرية تقتضي أن تكون مدة أعمار البشر أقل من السابق بكثير حتى يتناسب العمر مع الإعمار والتطور. زين، هذا واحد. ثانياً يقول: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة. الأيام المعدودة ليست فيها إشارة لهذه 360 يوم اللي تشكل العام الواحد، إنما إشارة إلى الضوابط الصحية التي يعيشها الفرد منا، لأن هنالك بمضمون الخبر عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعن المعصومين إنهم أوردوا في الأخبار والآثار إنه عليك بيومك فإنه بعضك. يعني شنو؟ يعني الأيام التي تنصرم تذهب ببعض أجزائنا، ببعض أجسامنا. في خبر من الأخبار إنه ما من يوم يمضي إلا وهو يمضي ببعضك، بعضو من أعضائك. بالأمس كنت قويا، كنت شديدا، كنت إلى آخره، واليوم أبدلت قوتك بضعف، أصبحت واهن الجسم، ما تتحمل أمراض، ما تتحمل أوبئة، ما تتحمل أزمات وشكل. فما دام إن الحياة تختلف عن السابق، الأوبئة تختلف عن السابق، إذن الإنسان ينبغي أن يلتفت أنه معرض لأي خطر أو في أي لحظة بأي خطر يمكن أن يصيبه فيؤتي بحياته إلى الموت، يؤدي بحياته إلى الموت. ثالثا يقول صلوات الله وسلامه عليه: نعم، والموت يأتي بغتة من حيث لا يتصوره المرء، من حيث لا يدركه الفرد. سابقا إذا كان يخرج الرجل من دار الدنيا وهو يناهز 80 و90 و100 عام، الناس كانوا شوية يتحذرون، 50 60 سنة يقول ما زال شاب، فلان مات شابا له من العمر 50 سنة 60 سنة. اليوم لما أنت تتمشى في المقابر وتنظر إلى عنونة تاريخ وأعمار أصحاب القبور، تشاهد لا تتجاوز 70 عاما. تمر ما بين 20 وبين 30 وبين 40، وعندما تلتفت تقول هذا بأي سبب خرج من دار الدنيا؟ هل كان مريضاً؟ الإجابة لا. هل كان عليلاً؟ الإجابة لا. ولكن الموت غزاه بغتة، يعني بطرفة عين، أوبئة تمر على الإنسان تؤدي بحياته من دون أن يشعر بها أو يعرف إلى أين أدت بنا. شاب 24 سنة نائم جائي كذا، يخلي رأسه ينام، الصبح ما يقوم، شنو؟ هل عنده أعراض؟ يشكو من شيء؟ يتناول أدوية؟ أبدا. هذه إلها أسباب، ولكن للأسف إحنا غير ملتفتين لها.
أكو بعض المصائب تحل بالإنسان ببني آدم، كما ورد في النص: تريدكم كقطع تريدكم الفتن كقطع الليل المظلم من حيث لا نحتسب. زين، هل هذه جاءتنا نظير صنع يد الإنسان، يد البشرية، أم أنه عذاب من الله عز وجل يريد أن ينزله بخلقه وعبد؟ لا، مو عذاب من الله، لأن ما يقوم به البشر ردود فعله ونتائج هذه المصائب. حين يمكن واحد يسأل يقول: زين، إذا كانت الأفعال السيئة ردود أفعالها أيضا تكون سيئة، إذن ما بال المؤمنين؟ إحنا اللي قاعد نشوف الغير معنيين بنزول العذاب يخرجون من دار الدنيا بغتة. ورد في الخبر والحديث إن نبي الله شعيب الله أوحى إليه قال له: إني معذب قومك 130,000 نسمة، 70,000 من العصاة، 50,000 مؤمنين. زين، إلهي، ما بال هؤلاء كلهم معذبين؟ شمعنا؟ زين، لماذا لا تحق العذاب على 70,000 والـ50,000 مؤمن؟ الله أوحى إليه يا شعيب لأنهم رأوا الباطل فلم ينتهوا عنه، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. أكو بعض الأشياء تمر في الإنسان، تمر على حياة الإنسان، تمر على حياة المجتمعات، من دون أن يدفع عنها أو يأمر بالمعروف وينهى عنها عن المنكر فيها، فصر ردود عكسية شنو؟ والموت يأتي بغتة. قال رسول الله: إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، إذا 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 إلى آخره. لكن هنيئا لمن يخرج من دار الدنيا والله سبحانه وتعالى أخرجه بطريقة أو بعمل، حتى هذه الطريقة وهذا العمل ينال غبطة من ورائها، كما يقول الإمام سلام الله عليه: ومن يزرع خيرا يحصد غبطة، ناس تغبطه على الخير اللي فيه، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. إذا كان في طريق خير، إذا كان في عمل خير، إذا كان في موقف خير، إذا هو إنسان خير، فبمجرد ما يخرج من الدنيا الناس يغبطونه لإيمانه، لتقواه، لما قدمه. المرحوم رحمة الله عليه من اجتمعنا لأجله، حاج عادل رحمة الله عليه، لم يكن بشاب في عنفوان شبابه، ولكن اختطفه الموت من بين أيدينا بفترة وجيزة أصيب فيها، ثم خرج من دار الدنيا طاهرا مطهرا. شو السبب؟ واحد يفكر يقول: معقولة مرض بسيط يمكن يحل بأي إنسان فينا يتجاوز هذه المراحل لكي يؤدي به إلى الرحيل والانتقال والخروج من دار الدنيا؟ نعم، خصوصا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعله ضمن باقته المقربة له. أحد العلماء خوش تعبير كان عنده، يقول: في كل يوم الله سبحانه وتعالى يقتطف باقة من الزهور من خلقه فيجمل بها، نعم، جنات خلده، فتارة هذه الباقة تحصد زهرة بقي لها من العمر يوم، وتارة تحصد زهرة ما زالت برعم، وتارة تحصد زرع ووردة بدأت في طور التفتح. ولهذا القرآن الكريم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والشكل، ففي كل يوم الله سبحانه وتعالى يقتطف عزيزا من بين أيدينا لكي يكون مقربا لدى ساحة قدسه.
ويجعل من هؤلاء الذين يخرجون من دار الدنيا مطمئنين يسكنون جنة البرزخ قبل أن يصلوا إلى جنة الآخرة. ختم أعماله بماذا؟ فمن يزرع خيرا يحصد غبطه. ختم أعماله بزيارة الحسين وخرج من دار الدنيا بعد هذه العلة وهذا المرض. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه شآبيب رحمته، وأن يجعله في فسيح جنته، وأن يحشره مع من أحب في الدنيا، محمد وآل محمد، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وكلمة ختامي في تأبين هذا الفقيد السعيد لعائلته ولأحبته، إنه مهما يكن نعيش لكي تمر علينا مرارة فقد الأحبة، ولكن عزاؤنا الوحيد هي أن عمر الدنيا قصيرة، وما دام أن هذا العمر قصير معناته سرعان ما نتلاقى في البرزخ. غمضة عين 50 سنة 20 سنة أقل أكثر، غمضة عين وإذا الأحبة يتلاقون في روح وريحان وجنة ورضوان. ولكن يبقى في الدنيا مرارة فقد الأحبة. هذا الذي عاش، هذا الذي عمل، هذا الذي أحب، هذا الذي تعلق، هذا الذي صادق، هذا الذي أصبح أب، هذا الذي كان أخ، هذا الذي كان ابن، هذا كان ابن الأخ، ما الشكل؟ تبقى مرارة فقد الأحبة نستطعمها في الدنيا لكي يزيد الله في أجرنا وصبرنا على مصاب من أحببنا في الدنيا ومن فقدناه وعشنا مرارة فقده في هذه الحياة. ولنا بمحمد وآل بيت محمد أسوة حسنة، حيث لا تبقي الدنيا حبيبا لحبيب. فهذا أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحيل النبي وبعد رحيل الزهراء صلوات الله وسلامه عليه ينادي: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وهناك موقف يقفه الحسين عليه السلام على فقد الأحبة عندما يناديهم بأسمائهم واحدا تلو الآخر: يا مسلم ابن عقيل، يا هاني ابن عروة، يا زهير، يا برير، ولدي علي، أخي عباس، ما لي أناديكم فلا تسمعون، وأدعوكم فلا تستجيبون، أنيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت منيتكم بينكم وبين إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون. ثم وقف ينظر إلى الأبدان الطاهرة من دون مجيب، فيخاطب نفسه: لقد صرعكم والله ريب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تختلفون. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى: يا أبا الفاضل، أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، أين ذهبوا؟ أي بالأيمس، بالأيمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا، نذر على أي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعين طريق الطاف ريحانا.
يقوي ويسيدهم على غيا رمضتي الغبر عقب ما يمدهم نادى يبعبر بصوتي موج من العرش والنوح ينادي ويل ويل ابو فاضل عضيدي ويل ابو فاضل عضيدي الف وصفة يرحي يدخويا أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اللهم اشف كل مريض أدي دين كل مدين اقضي حوائج المحتاجين اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين اللهم بحرمة محمد وآل محمد أدخل على أهل القبور السرور اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم الفقيد السعيد من اجتمعنا لأجله وبسببه المرحوم الحاج عادل البغلي اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واحشره مع محمد وآل بيته الطاهرين اللهم بحق محمد وآل بيت محمد اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارحمه وإيانا وارحمنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات